طيب اسمح لي نشرك معنا من موسكو المحلل السياسي ليونيد سيوكينين. استاذ ليونيد اهلا ومرحبا بك معنا. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. ما هو حديث الساعة في موسكو سيد سيوكينين؟ عندنا الحياة عادية، ليس هناك اي شيء من المفاجآت. بالنسبة للأحداث الداخلية في روسيا فهي عادية، تجري في نطاق العادي. ما هو المطلوب مني ان اعلق عليه بالنسبه لي؟ يعني هو سؤال معتاد نبدا به برنامجنا. على كل حال الان في مثل هذه الايام، كما تعلم سيد سيوكينين، قبل عام كانت روسيا تريد اسقاط كييف والدخول الى كييف واحتلال كييف واسقاط السلطه السياسيه فيها، فإذ بالاتحاد الأوروبي يعقد قمة اليوم استثنائية في كييف مع الرئيس الأوكراني، كأنهم يقولون لكم هزمناكم أيها الروس. سيد سيوكينين، تسمعوني؟ هل تسمعوني؟ نعم تسمعوني حضرتك. طيب أنا أسمعك. ما الذي تعنيه هذه القمة الأوروبية الأوكرانية في كييف اليوم بعد مرور عام إلا قليلة على الحرب الروسية على أوكرانيا؟ مثل هذا القمة لا تعني شيئا ما من الناحية من الناحية السياسية والعسكرية. هو يعني ليس إلا تكرار مثل هذا الاتصالات والبيانات والتصريحات الأوروبية تجاه أوكرانيا وطلبات المستمرة من طالب الأوكراني للحصول على المزيد من الأسلحة. أما بالنسبة لي العملية العسكرية الروسية فأنا المستغرب ببداية هذا الحديث عندما قيل أن روسيا كانت يخطط إسقاط النظام في كييف والاحتواء على الكييف. وأبدا ما هو صرح من القادة الروس من المسؤولين الروس أنه الهدف للجيش الروسي دخول الكييف وإسقاط واحتلال العاصمة الأوكرانية. أبدا ما هي هذا القول بالنسبة لأن العملية الروسية من الفشل للفشل الآخر. هنالك في الأسابيع الأخيرة الجيش الروسي يتقدم باستمرار كل يوم في دونيسك. هل أنت تعرف هذا الحقيقة؟ هل أنت تعرف أسماء البلدات والأسماء المناطق السكنية التي تأخذها التشكيلات العسكرية الروسية كل يوم؟ التقدم العسكري كيف الفشل بعد الفشل؟ الجيش الأوكراني هو يسير يعني من الفشل للفشل الآخر. كيف مثل هذه نعم ابقى معي، وصلت الفكرة.